بارك الله فيكم. سائل يقول: هل تنصحون بالسماع للشيخ عثمان الخميس أو الخميسي؟ الخميس ده من الأخوان المسلمين يا جماعة. نعم، كويتي هو، اسمه عثمان الخميس، وعنده مناظرات كان زمان مع الشيعة وكده، ده من الأخوان المسلمين. موجود قاعد يلف ويدور، لما سألوه من سيد قطب موجود مقاطع ووثائقه كلها موجود. بارك الله فيكم. وإن بيسموا نفسهم سلفيين، ما سلفيين.